الحمد لله، وانا بحمد ربنا ان انا طالعه في عفو 6 اكتوبر. مش عارفه، انا فرحانه جامد ومبسوطه ان انا خارجه عشان خاطر بنتي وعشان خاطر ان انا اربيها وان انا ابدا حياه جديده معاها. وان شاء الله بكلمات بسيطه عبرت احدى نازلات السجون عن فرحتها بالافراج عنها، فهي واحده من ضمن 2081 نازلا على مستوى السجون المصريه، شملهم قرار رئيس الجمهوريه رقم 553 لعام 2020 بشان الافراج بالعفو عن باقي مده العقوبه لبعض المحكوم عليهم بمناسبه الاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات اكتوبر. يتم الافراج عنهم بالتزامن من كافه السجون في ظل اجراءات وقائيه واحترازيه للوقايه من خطر الاصابه بفيروس كورونا. عندي 4 اولاد ومبسوطه قوي قوي ان انا خارجه لهم، واكيد هم مبسوطين والفرحه مستعانه. والنهارده يوم بالنسبه لي لسه مولود من جديد يعني، وبشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. من بين المفرج عنهم هناك 259 نزيلا افراجا شرطيا، وقد اجتمعت اللجان المختصه بقطاع السجون للاطلاع على اوراق النزلاء وتحديد مستحق الافراج بالعفو والافراج الشرطي، لينزل القرار على هؤلاء بردا وسلاما، فهي فرصة لاجتماعهم بذويهم مرة أخرى بعد مدد متفاوتة من العقوبة قضوها خلف القضبان استوعبوا فيها الدرس جيدا. والسعادة دي الواحد مش عارف يقول لكم السعادة، لأن طلع العيال وطلع الأهل وطلع الناس، وإن شاء الله إن شاء الله مش هنرجع للطريق ده تاني. يودع المفرج عنهم السجون حيث لا رجعة مرة أخرى إليها، فقد تم تأهيلهم وإصلاحهم في انتظار تلك اللحظة في ظل رعاية اجتماعية وطبية ومعيشية تم توفيرها لهم داخل السجون وفقا لأحدث الأسس العقابية التي تنتهجها وزارة الداخلية لإصلاح النزلاء. تعلمت حاجات كتيرة بصراحة يعني من السجن، اللي أنا يعني أعمل أكلات وأعمل حاجات كتيرة، واستفدت كتير يعني من السجن بصراحة. في اهتمام لينا ورعاية طبية والمكتبة والمعيشة وكل حاجة كويسة، والمستشفى فيها تجهيزات لكل حاجة، وفي اهتمام عشان خاطر فيروس كورونا. دخل السجن الرعاية كويسة جدا، ويعني مش ناقصنا أي حاجة، أكل تمام مفيهوش أي حاجة، حتى الرعاية الطبية مستمرة عندنا، دكاترة يعني كل يوم كشوفات، اللي عايز يكشف بيطلع، محدش ناقصه أي حاجة في السجن. ويأتي الإفراج بالعفو والإفراج الشرطي تنفيذا لسياسة وزارة الداخلية التي تعتمد على التوسع في الإفراج بالعفو لمستحق الإفراج لاعتبارات اجتماعية وإنسانية وانضباطية، وتطبيقا لمفهوم السياسة العقابية الحديثة في الإصلاح والتأهيل. فرحة هؤلاء النزلاء لا يعادلها فرحة أخرى، ولم لا، وقد شملهم قرار العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر ليبدأوا حياة جديدة عقب الإفراج عنهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.